يسعد اوقاتكم اصدقائي، واهلا وسهلا ومرحبا فيكم فيديو جديد. اليوم عنا اجراء القرعة على الرابحين بطيار الكرايسيس. قبل ما نبدأ بالفيديو، اول شي كل عام وانتم بالف خير، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، وان شاء الله عساكم من عواده باذن الله. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد، ويلا خلونا نبدأ بالسحب. هاي الاسماء اللي داخلة معنا للسحب اليوم، اللي شاركوا بالمسابقة بشكل عام تقريبا 40 واحد. هدول 29 منهم اللي مجاوبين اجابة صحيحة وذاكرين الهاشتاج صح. يا شباب، في عالم على السالة هلا عم تذكر الهاشتاج غلط. الهاشتاج عم بيكون موجود بالفيديو نفسه، برجع وبكرر، الهاشتاج عم بينعرض جوا الفيديو، فبتاخدوه من الفيديو وبتحطوه. لا تروحوا عليكم الاشتراك بشان موضوع انه حطيتوا هاشتاج غلط وما حطيتوا الهاشتاج الصح. فيلا خلونا نبلش وناخد اول اسم رابح معنا لليوم. نقول بسم الله. الرابح الاول معنا لليوم هو علي. الف مبروك يا علي، تستاهل. ننتقل للرابح الثاني، نعمل سحبة ونقول بسم الله. وتاني رابح معنا لليوم احمد. 1 2 3، الف مبروك يا احمد، تستاهل. ننتقل للرابح الثالث ونقول بسم الله. وثالث رابح معنا لليوم ناين كانتو. Congratulations my friend. ننتقل للرابح الرابع، بسم الله، خالد الدوسري. ألف مبروك يا خالد، تستاهل. ننتقل للرابح اللي بعد منه، الرابح الخامس لليوم، بسم الله، ومعنا احمد العلوان. الف مبروك يا احمد، تستاهل. وناخد الرابح السادس لليوم، نقول بسم الله. الرابح السادس اس، مخفي هذا، الف مبروك يا اس، تستاهل. ناخد اخر معنا، اخر رابح لليوم، بسم الله، اخر سعيد حظ، سارة. مبروك يا سارة، تستاهل. ان شاء الله الف مبروك، مبروك لكل الرابحين. هاي اسماء الرابحين ما ربحوا معنا اليوم، حظ اوفر للي ما ربحوا. بشوفكم على خير بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.